شكرا ليك يا زميلي أمير، تحياتي ليك وتحياتي طبعا لكل مشاهديك ومشاهدي قناة الأهلي في كل مكان لليوم الثالث على التوالي طبعا هنا في كوناكري العاصمة غينيا، مباراة النادي الأهلي وحرية كوناكري الغيني يوم الجمعة في الساعة 4 عصرا السادسة مساء بتوقيت القاهرة. عايز أبدأ معاك أمير على التوقيت لأن في يمكن زي ما قلنا لغط كبير جدا في توقيت المباراة، تم التأكيد من مندوب الاتحاد الأفريقي مندوبي أيضا كمان نادي حرية كوناكري الغيني الساعة 4 عصرا هنا بتوقيت غينيا السادسة مساء بتوقيت القاهرة هتكون مباراة النادي الاهلي وحريه كوناكري يوم الجمعه ان شاء الله، واكيد بنتمنى ان شاء الله تكون المباراه من نصيب النادي الاهلي. لو بكلمك على الكواليس الامور الخاصه في فندق الاقامه التدريبات النهارده اليوم كان ماشي ازاي بالنسبه لفريق النادي الاهلي اليوم؟ الفريق كان بيستعد بكل قوه، حاله التركيز الكبيره والشديده جدا اللي احنا لمسناها هنا على ارض الواقع من فندق الاقامه من خلال احاديث اللاعبين مع بعض التجمعات، مستر باتريس كارتيرون والكابتن محمد يوسف بيقوموا بدور كبير جدا، بيشتغلوا على الجانب النفسي بشكل كبير وبالتحديد كمان مستر باتريس كارتيرون بيحاول ان هو يبقى في حديث فردي مع اللاعبين، حديث جماعي مع اللاعبين على طول، بيحاول ان هو يكون قريب من اللاعبين وده منعكس بشكل كبير جدا. بنشوف في التمرينات لعيبه سعيده، لعيبه عندها راحه نفسيه في التدريبات وده بينعكس عليها جدا. بلغه الكوره بنقول ان اللعيب في الملعب بيطلع كل ما يملك من قوه طبعا بالنسبه للمباريات او بالنسبه للتدريبات، واكيد طبعا بيكون شيء مفيد جدا للجهاز الفني وايضا كمان بيعود بجانب كبير جدا على اللاعبين سواء اللي بتشارك او اللاعبين كمان اللي بتاخد فرص بسيطه جدا. لو برجع معاك زميل امير النهارده اليوم بالنسبه لنا طبعا صباحا كان في الاجتماع الفني الخاص بمباراه الاهلي وحريه كوناكري الغيني، حضروا الكابتن محمد يوسف القائم باعمال مدير الكره والمدرب العام، كابتن سمير عدلي المدير الاداري، كابتن ماهر عبد العزيز ايضا كمان الاداري. تم الاتفاق طبعا كالعاده على كل الامور الخاصه الروتينيه طبعا للتوقيت، يكون وصول اللاعبين قبل طبعا انطلاق المباراه بساعه ونصف، عدم الاعتراض على التحكيم، لابد يكون في مصافحه في البدايه مصافحه في النهايه عقب انتهاء المباراه. كمان النادي الاهلي اجباري خلاص يمكن نظرا لفريق حريه كوناكري ان هو بيرتدي القميص الاحمر والشورت الاحمر وايضا كمان الجورب الاحمر، النادي الاهلي هيرتدي الازرق في الازرق في الازرق كلون اجباري طبعا نظرا لان حريه كوناكري بيرتدي الطاقم اللي بيرتديه النادي الاهلي وهو اللون الاحمر المعتاد. انتهى طبعا الاجتماع الفني، يليه مباشره المؤتمر الصحفي الخاص بالنادي الاهلي، حضور مستر باتريس كارتيرون المدير الفني، كابتن حسام عاشور كابتن فريق النادي الاهلي. يمكن كان في عدد كبير من الصحفيين حاولوا ان هم طبعا يسالوا مستر باتريس كارتيرون عن ازاي بيشوف فريق حريه كوناكري الاجواء هنا والطقس كمان، ويمكن لو بنتكلم عن الطقس امير الامر هنا صعب جدا في غينيا، تقلب الجو والطقس يمكن شيء اول مره نشوفه طبعا في افريقيا، عارفين ان افريقيا فيها امور اكتر من كده كمان، لكن الحاله هنا في الايام دي صعبه جدا، امطار غزيره جدا جدا على مدار اليوم صباحا ومساء، يمكن بتعوق شويه السير بالنسبه لبعثه النادي الاهلي في التدريبات، البلد هنا يمكن زحمه شويه في امر يمكن بيعوق اللاعبين، كمان العوده بتبقى صعبه شويه بالنسبه للنادي الاهلي. في تامين طبعا متواجد هنا في طبعا بعثه النادي الاهلي كالعاده، لكن هنا يمكن الشوارع والامور والبلد يمكن ضعيفه شويه، لكن بنتمنى ان شاء الله الطقس يوم المباراه يكون مهيئ لفريق النادي الاهلي. بلغه الكوره امير زي ما قلنا الملاعب هنا يمكن كلها نجيل صناعي، هو ملعب المباراه 28 سبتمبر هو نجيله طبيعي، لكن اكيد بلغه الكوره بيبقى فيه برك ميه، فيه ميه بتبقى غزيره جدا في الملعب. بنتمنى ان شاء الله يوم المباراه يكون الطقس مهيئ جدا لفريق النادي الاهلي. الاسئله المعتاده طبعا اهم لعيب شايفه ازاي في حريه كوناكري، يمكن مستر باتريس ذكر يمكن داوود رقم 9 يمكن لاعب مميز جدا في خط الهجوم، وشانسي ايضا كمان رقم 30 اللي هو بيلعب على الطرف الشمال او وينج شمال يمكن ده لاعب مميز جدا، قال يمكن هو فريق مميز لكن احنا مستعدين بشكل كبير، النادي الاهلي بطل، النادي الاهلي هدفه الوحيد هو الحصول على البطوله الافريقيه والوصول ان شاء الله للعالميه كعاده النادي الاهلي وكعاده كمان جمهور النادي الاهلي اللي اكيد ده حلم كبير بالنسبه له ان هو يعود للمكانه العالميه من جديد. النهارده كمان زميلي امير هيختتم النادي الاهلي تدريبه الاخير في الساعه 4 عصرا بتوقيت المباراه على ملعب 28 سبتمبر اللي هيستقبل مباراه النادي الاهلي وحريه كوناكري. تم السماح طبعا كالعاده للصحفيين الاعلاميين المتواجدين ب 15 دقيقه فقط للتدريب، وبعد كده طبعا هيكون تدريب مغلق لفريق النادي الاهلي والاخير. مستر باتريس النهارده هيحاول ان هو يستفيد من التدريب بشكل كبير، نقاط طبعا هيحطها النهارده، التشكيل التكتيك امور كثيره جدا، ان شاء الله بنتمنى ان النادي الاهلي يستفيد بشكل كبير من التدريب اليوم، وان شاء الله باذن الله المباراه تكون من نصيب النادي الاهلي. عندنا ثقه كبيره في لعيبه النادي الاهلي باذن الله ان هم يعودوا هنا من غينيا بثلاث نقاط هامين جدا في مشوار النادي الاهلي في البطوله الافريقيه، واكيد امير طبعا اكيد هنكون مستمرين معاكم لحظه بلحظه لان له كل الكواليس الخاصه في فريق النادي الاهلي وبعثه فريق النادي الاهلي. عوده ليك زميلي امير.